ملك ملك تعال، احنا كلنا مستنيينك. ايوه تعال، كلنا مستنيينك تحت. كلكم مين؟ انا وماما وندى واحمد وادم كمان. تعال تعال. ما تخافيش، تعال تعال. يلا عشان تتغدي. يلا. جيبي الحبوب اللي في ايدك دي، مالكيش دعوة بيا. جيبي الحبوب اللي في ايدك دي، جيبي اللي في كورة. انا مش هخليك تموت. مالكيش دعوة بيا. جيبي الحبوب اللي في ايدك. لا 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 يا لا 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 كان استاف التمريض كله اتحول للتحقيق. ربنا يبارك فيك يا حبيبتي ويخليك. ربنا يبارك فيك، انقذتينا في الوقت المناسب. يلا يا ملك، كتر خيرك يا حبيبتي، كتر خيرك. وهي فين دلوقتي؟ في العنبر يا دكتور، بس اطمن هي بقت كويسه قوي بصراحه. يعني الدكتور ابراهيم ما سابش المستشفى الا ما اداها حقنه هالوبرول وبقت تمام خالص الحمد لله. قدر ولطف. ايوه طبعا، ما احنا شغالين بالبركه مش بالعلم. اطمن يا دكتور، هي بقت كويسه والله، بس اللي قلقني عليها انها رافضه تاكل خالص. طيب تعالي معايا. اتفضل. ببساطه خالص ومن غير ما تنرفز، لو كان حصل لها حاجه كنا هنروح في 60 داهيه كلنا. معلش يا دكتور، معلش. معلش طبعا، عارف انا معلش عارفها طبعا. سواء خير يا بنات. اتفضل يا دكتور.
صباح الخير. صباح الخير يا دكتور. هلا هلا. ايه الهال؟ في ايه؟ ما فيش حاجة. امال اللي انت عملتيه ده ايه؟ عشان ما بقاش في حاجة. مفيش حاجة ازاي؟ أولادك بيحبوكي. ولادي. أخوكي، أخوكي بيحبك جدا ونفسه يشوفك كويسة. وأنا عملت كده ازاي؟ أنا تصرفت كده ليه؟ ممكن يخسر حاجة بس مش لازم يخسر كل حاجة، ولا ايه؟ ولازم اديها له بروبلم. كام يا دكتور؟ 5 مللي. حاضر، خدي بالك منها يا سعاد. حاضر يا سامح. عملت ايه يا سيدي؟ طب قول صباح الخير الاول. صباح الخير. عملت ايه؟ صباح النور. انا سالت لك عن موضوع الافراج ده. الستات اللي بيبقوا في قسم المتابعه دول بيتعرضوا على لجنه دوريه كل 6 شهور عشان يشوفوا ممكن يفرجوا عن مين. طب هما بيفرجوا عنهم بناء على ايه؟ لا دي حاجه بقى بيحددها الدكاتره، هما اللي بيحددوا اذا كان الحاله خفت او الحاله بتتحسن فممكن يتابعوها من بعد، بس في اغلب الاحوال لازم حد من اهل المريضه يتعهد ان هو يجيبها في مواعيد المتابعه، ولازم كمان يتعهد ان هو يتحمل مسؤوليتها الشخصيه. طب انت شايف ان الموضوع كده بقى سهل؟ يعني بس على الاقل ما بقاش معقد قوي زي ما كنا متصورين اسليم. طب والدكاتره اللي في اللجنه دول كلهم من العباسيه ولا في حد من بره؟ بيبقى فيهم الدكتور احمد رئيس قسم المدعات، وبيبقى فيه ممثل للنيابه العامه ورئيس المركز القومي للصحة النفسية، وكمان بيبقى فيه استشاري طب نفسي وده بيبقى من بره العباسية، وبيبقى فيه ضابط ممثل عن الداخلية. كلا بقى ان لازم كلهم يجتمعوا على الافراج، يعني لو واحد بس عنده سبب ان واحدة منهم ما تاخدش افراج مش هتاخده حتى لو الباقي كلهم موافقين. بتستنى بقى للجنة اللي بعدها. انت صابرين مش كده؟ ام بسمة.